مثلا كسر القربه براس الكاظمي، يريد يكسرونها براس الكاظمي ويعتبرونها هو كبش الفداء، ويطهرون ما اسميها الطهوريه السياسيه، يطهرون العمل السياسي من 2005 يعصبوها كلها براس الكاظمي. هناك دعوات، انا احدثك عن معلومات حقيقيه، هناك دعوات للسيد الكاظمي ان ارجع الى العراق ومارس العمل السياسي وادخل ويانا في تحالف، سواء مجالس المحافظات سواء مجلس النواب القادم، والمرحله اعتبرها كانه ما صاير شيء. يعني المساله مو مساله فتح ملفات او سرقه قرن او مثلا اغتيالات او فساد مالي واداري في عهد الكاظم وما كان موجود في الحكومات السابقه، لا، المساله ملف سياسي يراد من الكاظمي ان يعود الى التوافق اللي يدير العمليه السياسيه من 2003 ولحد الان، ويبدو الرجل لحد هذه اللحظه هو معترض على هذا التوافق، رغم انه انا اقول هو السيد الكاظمي نفسه ما جابته معادله تشرين، هم جاب التوافق السياسي ما بين سائرون والفتح في حينها في 2019-2020. هذا يمتلك السيد الكاظمي من ثقل في الداخل او في الخارج الى الحد الذي يتفاوض معه الاطار ليكون معهم وينسجم معهم. اذا قلت لي الكاظمي عنده ملفات فساد، فالولد غرقانين بالفساد، شو تطلع ما يهتم، مشي وما له علاقة، فما عادت الملفات مؤثرة عليهم. فأين ثقل الكاظمي الذي يخشى منه الإطار إلى الحد الذي يريده أن يأتي بشروطهم، تعال اشتغلوا يانا أو طايحات للطيبين؟ أي. لا باوع، هو مو بس ثقل الكاظمي، انا اشرت وصراحه ابين لك وين ثقل الكاظمي. هو الاتفاق المسبق، لانه اذا فتح ملف الكاظمي اليوم واودع الكاظمي السجن سواء كان حقيقه او لا، مو حقيقه يعني زيفا، ارادوا مثلا كسر القربه براس الكاظمي، يريدوا يكسرونها براس الكاظمي ويعتبرونها هو كبش الفداء، ويطهرون ما اسميها الطهوريه السياسيه، يطهرون العمل السياسي من 2005 يعصبوها كلها براس الكاظمي. اذا ما تم هذا الامر فأكيد يدركون أنه في السنوات القادمة سيتم معهم هذا الأمر، لأنه فتح الباب هذا ما راح ينغلق أبدا، يبدأ بالكاظمي ما راح ينتهي لا بالمالكي ولا بعادل عبد المهدي ولا بحيدر العبادي ولا بأي واحد، مجرد فتح الباب هذا. هذه النقطة يخشى منها الإطار التنسيقي كثيرا، ولذلك أنا قلت لك هو تناوش سياسي تناوش إعلامي. الملفات اللي عند الكاظمي ملفات تختلف عن تسريبات اللي حصلت في فترة معينة عن طريق الأخ الإعلامي علي اللي طلعت على المالكي وعلى يعني على بعض القيادات الأخرى في داخل الإطار التنسيقي. ليش؟ لأنه الكاظمي كان يحتل رئاسة جهاز من أهم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في داخل العراق، والاطلاع صورة وصوت، يعني مو بس صورة، هو مطلع على كافة التفاصيل اللي موجودة في داخل المشهد السياسي. ثالثا العلاقات الدولية اللي قدر يبنيها الكاظمي حتى قبل أن يكون رئيس وزراء بحكم وجوده في جهاز المخابرات، وأنا مطلع على بعض التفصيلات عندما كان السيد الكاظمي رئيس لجهاز المخابرات، ساهم في حلحلة بعض الملفات خصوصا فيما يتعلق مثلا في قضايا في داخل المحيط العربي، يعني في البحرين مثلا زين، بتسويات معينة ما بين إيران والسعودية حتى قبل الوصول إلى حالة التقارب اللي موجودة اليوم ما بين إيران والسعودية. فعنده علاقات بالمحيط العربي، أبعد من المحيط العربي، في الدوائر الأمريكية، في بريطانيا، في غيرها، عنده علاقات ممتازة، عنده ملفات أيضا دسمة، فضلا عن أنه الإطار لا يريد فتح باب جهنم. طيب سؤال آخر، هذا الباب إذا فتح معناه أنه الكل سيحترق فيه. تعتقد الكاظمي بالتالي سيقبل أم سيرفض، ولماذا؟ بنعم أو لا؟ يقبل بماذا؟ هل سيقبل أن يكون جزءا؟ قصدك بالشسمة بالتوافق؟ بالتوافق أم لا؟ وما الذي سيجبره على هذا؟ أنا أنصح أنه أن يقول لا، أنصح أنه يقول لا، بس علمتني الأيام أنه ما راهن على رجل في داخل السلطة، يعني ما راح أقول لك أنه راح يقول لا للأخير أو يقول نعم، بس نصيحتي له إذا يسمع النصيحة أنه يقول لا لهذا التوافق السياسي. إحنا بحاجة إلى مشروع أكبر من المشروع الحالي، يعني بحاجة إلى مشروع تغيير حقيقي، مو مشروع التوافق خلاص وصل إلى نهاياته، هذا مو بس كلامي، حتى كلام الغطاء الدولي للإطار التنسيقي بلاسخارت في مؤتمراتها الأخيرة ك
كانت تقول النظام السياسي وصل إلى حدود القصوى، يعني وصل إلى نهاياته.